اهلا بيكم في ذات مطبخ. الاول هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل احلى بيتزا بالجبنة. شايفين الجبنة بتمط وسايحة وواقعة منها، وحلاوتها حلاوة يعني. شوفوا شكلها، وطرية جدا، حلوة جدا جدا، مع احلى بقى كوباية شاي، وتاخدي احلى قطعة بيتزا ان شاء الله هتجربيها بالطريقة بتاعتك. حلوة جدا بقى فطار عشاء، ممكن غدا كمان، مش هتقول لأ. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. 3 كوبايات ونص من الدقيق، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة كبيرة زعتر ممكن نستغنى عنها، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة سكر، معلقة كبيرة مايونيز وممكن نستغنى عنها، وربع كوباية زيت. هقلب كل ده مع بعض، ومعايا هنا نص كوباية لبن دافي وعليها نص كوباية مية دافية، يعني المعيار كله يبقى كوباية. وهنزل على العجين وأقلب. هنا ممكن تاخد من 3 كوبايات ونص دقيق لأربعة. هنا لقيتها بتلزق في ايديا، فهحط رشة دقيق وافك كده العجينة من ايدي، واخدها على الرخامة عجنها كويس جدا لحد ما تبقى عجينة ناعمة معايا، عشان تطلع كل ما تعجني فيها اكتر كل ما تديكي طراوة وحلاوة اكتر. هسيبها تخمر نص ساعة، وده شكلها بعد ما خمرت. هفك الخمر واقسم العجينة 2، المقدار ده بيعمل صينيتين كبار. هاخد نص العجينة وافرده، انا بفرد في النشابة، ممكن تاخدي انتي وتفردي على طول في الصينية. معايا هنا الصلصة، دي طماطم متسبكة عادي جدا، زي اللي بنعملها التسبيكات اللي بنفرزنها، عليها رشة من الملح، كمون، كزبرة، فلفل اسود، ثوم بودر، بصل بودر، زعتر، بابريكا، بتبقى طعمها تحفة جدا جدا. هنا هفرد العجينة بالنشابة، وصينية مدهونة زيت هنزل بقى بالعجينة. والزيادات هقطعها، وهاخدها بقى الزيادات دي طبعا مش هرميها، هاخدها اعملها كور، وهحشيها جبنة حادقة او جبنة براميلي، اي نوع جبنة انت عايزاه. هخرم كده العجينة عشان ما تتنفخش معايا وتبقى فطيرة، انا عايزة اكل بيتزا. طبعا شكل العجين، شكل البيتزا ده في ايدك انتي، الحشو في ايدك انتي. احنا عملناها على القناة قبل كده نفس العجينة، عملناها محشية لحمة، عملناها محشية فراخ، عملناها بحشوات كتير جدا. خلاص كده خلصنا كل الكور، هدهن بقى كده صلصة. ومعايا ميكس جبن شيدر رومي موتزاريلا، وهغطيها بقى بطبق حلو جدا من الجبن عشان تبقى غنية كده بالجبن. ممكن تحطي جبنة كريمي في تحت يعني مع الصلصة، برضو هتنفع. وهحط كده على الوش طماطم، ممكن تحطي فلفل، ممكن تحطي زيتون، اللي على الوش ده بقى برضو براحتك، ممكن جبن بس من غير اي حاجة. وهدهن الكور كده بالصلصة، بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 يسخن، وادخلها تستوي من تحت، وولع الشواية، حمر الوش. شوفوا بقى شكلها تحفة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.